لأنه في طول الوقت اللي فات أنا سددت أسئلة كثيرة ووجهت بالصمت العميق، وبدل من الرد على الأسئلة بتاعتي كان الإجابات حول قضايا هامشية. قل لي ما عنديش وقت، اديني معلومات اللي عندك. نعم، هل تستطيع أن تتصور جنابك وجميع المشاهدين والسامعين الآن من الأقباط كم عدد الأقباط الذين تركوا المسيحية بجملتها خلال هذه الحقبة من الزمن؟ إلى أين ذهب؟ الغالبية العظمى تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم، والنسبة الأقل تركوا الكنيسة الأرثوذكسية وهربوا إلى الطوائف الإنجيلية بحثا عن الرعاية الروحية التي افتقدوها. لك ده خلال قد ايه ده؟ خلال حقبة طولها 36 سنة. يعني انت بتركز على البابا شنودة وفطرته؟ انا ماليش دعوة بشخص البابا شنودة. معلوماتك من ايه؟ انا ليا دعوة بواقع شعبي اللي انا عايز اقدم له خدمة. هذا السي دي اللي هديه لحضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وحضرها الأنبا موسى صديق العمر الفاضل، وحضرها أنبا موسى أسقف الشباب. أسقف الشباب دلوقتي أنبا موسى بيقف قدام الميكروفونات يقول لك إصلاح إيه اللي بتقولوا عليه، الكنيسة مش محتاجة إصلاح. حضرها وبصوته، وحضرها وتكلم بصوته وأنا أعرف صوته جيدا، الأب أنستاس الصموئيلي، وأيضا أسقف من المعادي اسمه الأنبا دانيال ما أعرفوش، وآخر. وهذه اللجنة بالصوت اللي حضرتك تقدر تحطه دلوقتي على لا طبعا أنا لازم أتحقق الأول إيه ده عشان تسمعه، بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلامهم يوميا يتراوح بين 80 و200 شخص. 80 و200 شخص؟ و200 شخص بالصوت أهو. وإذا ما كانش ممكن أن السي دي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج ده طبعا ما أقدرش، إحنا ممكن نسمعه لأي حد عايز يسمعه على السايت بتاعنا. من 80 ل200 شخص، وانتهت هذه اللجنة برئاسة الأنبا باخوميوس وعرفت بلجنة الأنبا باخوميوس إلى أن عدد الذين يشهرون إسلامهم سنويا في مصر في المتوسط 50,000 شخص. لو ضربت 50,000 شخص في مدة طولها 36 سنة، لا ما مش ال 50,000 طول ال 36 سنة يعني. طيب لو ضربتها في ال 36 سنة هيبقى 1,000,008. هنقول انه مش بالظبط كده 50، هنقول انه 1,250,000 على الاقل تركوا المسيحية واشهروا اسلامهم خلال هذه الحقبة، مع العلم ان اللجنة بالصوت على هذا السي دي بتقول ان هؤلاء الذين اشهروا اسلامهم مفيش حاجة اسمها خطف، والناس كانت تستطيع ان تقول لا، والسي دي اهو. فالان فقد من الكنيسة الارثوذكسية، قلنا بلاش 1,800,000 بناء على الحسبة دي، قلنا 1,250,000 بناء على هذا الشريط. ثم كم عدد الذين تسربوا الى الكنائس الانجيلية؟ يعني انت عايز تقول ان في 1,000,000 مسيحي وثمانية من عشرة اسلموا خلال السنوات الماضية؟ نعم. ولم يعودوا مرة اخرى للمسيحية؟ نعم. اهلا بكم من جديد بلا حدود من القاهرة، ضيفنا الأنبا ماكسيموس، موضوعنا عن خلافه ومستقبل كنيسته في ظل الأحكام التي سطرت ضده. ما هي الأشياء الأساسية أو جوهر ما تدعو إليه كما قلت لك؟
اولا عايز اؤكد واحدد، انا لست في خصومه ولا خلاف لا مع البابا شنوده ولا مع اساقفه مجمعه في الكنيسه الاسكندريه. انا في قضيه مع شعبي، والقضيه التي اكافح لاجلها مع شعبي تتضمن النقاط التاليه. واحد، ان مليون وربع على الاقل، ده انا نزلتهم مليون وربع عشان خاطرك، لكن عشان خاطر اللي هتبقشش عليا هعمل لك ايه؟ قلت لي دول كتير، السي دي بيقول انهم مليون و8 من 10، مليون وربع. يعني هتبقشش عليا بنص مليون؟ مليون مليون وربع تركوا المسيحيه واشهروا اسلامهم بشهاده اللجنه الخماسيه برئاسه الانبا باقوميوس مطران البحيره.